الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. سعيد بالتواجد في درة الشرق مدينة كلبة لحضور افتتاح النسخة الثالثة من دورة كلبة للألعاب الشاطية. الأمانة يعني كل المقومات النجاح توفرت من خلال الرعاية الكريمة لسيد سمو نائب الحاكم الشيخ عبد الله بن سالم، وكذلك حضور أصحاب السعادة الشيوخ الشيخ سعيد بن صقر القاسمي والشيخ هيثم بن صقر القاسمي ودارات في المجلس، وكذلك رؤساء الأندية والجمهور الكريم، يعني سعداء بهذا النجاح. هاي النسخة الثالثة، والمؤشرات تقول إن شاء الله أن النسخة القادمة بتكون أكبر لأنها لقت قبول، وسواء من عدد الفرق المشاركة، ارتفاع عدد اللاعبين إلى الضعف، كذلك لجان المنظمة. فهي فرصة أني أشكر الجميع على كل من حضر وساهم معنا في ضمان نجاح هاي البطولة.